السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم وصباح الخير في ديرنيير مينيت الكانتي اللي غادي يكون في باري فيرسن في الكوستا الاولى. على كل حال اخوتي كما غادي نشوفوا لي فافوري ديال لاكورس غيكون رقم 12 المرشح الاول غيكون غامين رقم 9 والمرشح الثاني غيكون رقم 2 كعود مرشح ثالث حاليا والرابع غيكون لنا الواحد جيف مي الواحد هو المرشح الرابع والخامس هو رقم 10 والسادس هو السيس والسابع هو رقم 3 واخر عود في الويتيام فافوري هو الكنز فيستا دي فيلفر غيدخل معاه رقم 4 كعود 9 والعاشر غيكون رقم 11 والسبعة كعود اونزيام فافوري والكاتورز والويت والسيز واخر خيول في الاوتسايدر او لا في الجرون اوتسايدر هي سينك تريس غالا دو كرين وفويغو دو مورتي. هادو هما الترتيب ديالهم يعني الخيول اللي غتكون غالية نوعا ما غيكون من عند تقريبا من عند جون فرانسوا السيني من عند الرقم 7 14 8 16 5 13 هادو هما الخيول اللي غيكونوا طالعين شويه في الكوت وخاين مول 19 مول 17 14 14 يعني خيول غادي تكون ملعوبه جواب على هادو الكوتاج. على كل حال البارح درنا واحد اللايف وغادي نعاودو نبارطاجيو معكم كيفاش غادي تكون يعني الدوسير كات يا دي الاخوان كما كتشوفوا دوسير كات نورمالمون دو شوفو غيكونوا باز مثلا اختارينا جوج ديال الخيل من هنا في لاباز والاخرين تيبقاو مور اكس فرنش شوفال تيرف ناف ديس دوز اس وعطي لينا دو سيس ست تروا 8 4 15 11 5 يعني 5 اغلى الخيول ملعوب عود غيكون ما بين الدو او الكنز اكيد غيكون ما بين الدو ولا الكنز ديا المعطيات الاخوان لي فافوري ان اف 10 12 غيكون فيهم دو شوفو باز غادي نمشيو لعند الكنز او الدو باش نكونوا ثلاثة ديال الخيول و 3 11 6 غيكونوا كخيول داخله وخارجه. هذه هي الديرنيير مينيت الخوت اللي عنده شي عود اخر شك فيه راه غيخليه مور اكس اكيد الطريقه راه هي هذه دو شوفوا عند لي فافوري وعود ما بين كنز دو وما تبقى غادي يكونوا داخلين وخارجين. هادشي اللي كاين دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.